شغلي مرهق جدا. زمن التسعينات والثمانينات ده عشقي، يعني بحبه بكل تفاصيله، بكل اغانيه، بكل فنانينه. بحب الرسم من وانا صغيره. كان حلم حياتي ان انا ادخل في كليه فنون جميله. في موظفه في مكتب التنسيق ضيعت ملف شهاداتي، ضاع عليا امتحان القدرات، وده كان سبب ان انا خلاني ما ادخلش كليه فنون جميله. دخلت كليه زراعه. انا بشتغل بقالي حوالي 3 سنين يعني في مجال الفوم الملون. اول شخصيه عملتها كانت استاذ فؤاد المهندس. طورت في الخامة لحد ما قدرت ان انا احولها لحاجات مجسمات 3D. عملت شخصيات والت ديزني، وعملت شخصيات فنانين الزمن الجميل اللي انا بعشقهم. يعني عملت نيلي، وعملت شريهان، وعملت فطوطة. بعد كده اتطور معايا الموضوع ان انا بقيت احول كل مناسبة لأشهر شخصية إحنا معروفة في بالنا. يعني آخر شخصية دلوقتي برسمها محبوبة الحب الخير، اللي هي بتعمله إن هي فعلاً بالمعنى اللفظي بتفرح قلوب الناس كلها، دكتور مجدي يعقوب.